نساء توسل محمد المبعوث وابني وفاطمة الزهراء والمرتضى علي صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آلك المظلومين صلى الله عليك يا سيدتي ويا مولاتي يا بضعة رسول الله صلى الله عليك وعلى أبيك وبعلك وبنيك ما خاب والله من تمسك بكم وأمن من لجأ والتجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما زهراء سيدة النساء وفضلها إن الفضاء قطرة من بحرها يكفيك علما في المقام أنها إن قيل حواء قلت فاطم فخرها إن قيل مريم قلت فاطم أفضل أفهل لحواء والد كمحمد أم هل
لمريم مثل فاطم أشمل، كل لها يا حين الولادة حالة، فيها عقول ذوي البصائر تذهل. مريم لنخلتها التجت، فتساقطت رطبا جنيا وهي منه تأكل، وضعت بعيسى وهي غير مروعة، أنا وحارسها السري أبسلوا وإلى الجدار وصفحة الباب التجت بنت النبي وأسقط يايات ما تحمل، سقط وأسقطت الجنين وحولها من كل ذي حسب لئيم جايا برجله البايا يا 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 بيركل ويلي 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 انا قمت للباب لكن ما علي حجاب، اي والله حجاب ويلي من حسبي الرجس من لذت خلف الباب، اي والله حسبي الرجس من لذت عصرني
حصرني ويلي وصايا يا 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 بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين. قال سيدنا وإمامنا الصادق عليه السلام: سميت فاطمة بفاطمة لأن الخلق فطموا عن معرفتها. أسأل من الله العلي القدير بحق الصديقة الطاهرة فاطمة صلوات الله وسلامه عليها أن يمن على مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والعافية، وأن يقضي حوائجنا جميعا. وأسأل من الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتمسكين بحبل ولاية أمير المؤمنين ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. الحديث حول هذا الحديث الذي عنونه الصادق عليه السلام في شأن معرفة الخلق ومعرفة البشرية بشخص سيدة نساء العالمين فاطمة. لأن عندما نقف اليوم وقفة عالمية عند التوجه الإسلامي والفكر الإسلامي اتجاه سيدة نساء العالمين فاطمة واتجاه شخص السيدة الزهراء سلام الله عليها، نشاهد من الناحية العملية الساحة الإعلامية والاعتقادية والولائية يختلف فيها الناس بين من يعظم شخصها صلوات الله وسلامه عليها ويجعلها مركز انطلاقه عقائدية فكرية حضارية تربوية، وبين من ينظر إلى سيدة نساء العالمين على أنها بنت النبي وكان لها مقاما ومنزلة. وكذلك ينبغي لكل مسلم أن يدرك محبتها وأن يحترمها وأن يجلها فقط لا غير. وعندما نقف عند هاتين الوقفتين نشاهد في كلا الحالتين، سواء ذاك المؤمن الموالي المخلص المتمسك بحبل ولاية الصديقة الطاهرة وجعل من سيرتها منهجا تربويا يسير وفق معطياته ودروسه، أو من اعتبر السيدة الزهراء شخصية عادية، جل ما في الأمر أنه ينبغي أن تحترم وأن تقدر لأنها بنت الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. في جميع تلك الأحوال نريد أن نقف عند هذا الحديث الذي يبينه الصادق عليه السلام على أنه سواء عند محبيها والمؤمنين والموالين أو عند من اعتبرها شخصية عادية، السيدة الزهراء مجهولة المنزلة ومجهولة القدر. والسيدة الزهراء سلام الله عليها تعتبر شخصية وإن قلت ما ورد عن مآثرها إلا إنها تحوي ثقافة عظيمة لمن يلتفت إلى حقيقتها ولمن يدرك حقيقة ما ورد من سيرتها ولو كان ذاك الشيء القليل.
ولهذا الإمام صلوات الله وسلامه عليه لما يقول سميت فاطمة بفاطمة لأن الخلق فطموا عن معرفتها، أو في لفظة أخرى لأن الله فطم الخلق عن معرفتها. تدري شنو معنى الحديث؟ كلمة الفطم جاءت بمعنى القطع، جاءت بمعنى المنع، جاءت بمعنى الفصل. فعندما الصادق يقول الناس الخلق بجميع أطيافهم بجميع توجهاتهم ممنوعين من أن يعرفوا حقيقة الزهرة، معزولين عن معرفة واقعها الحقيقي، غير مدركين لثقافتها وغير مستوعبين لذاك الحجم العقائدي الكبير الذي وقفت عنده السيدة الزهراء كممنهجة وكمربية وكقدوة وأسوة لمن يريد أن يدرك حقيقة الإسلام الحقيقية. كثير منا نحن نجهل، وسبب جهلنا كأمة إسلامية والحديث في العموميات، وسبب جهلنا كأمة إسلامية فيما ورد في حق السيدة الزهراء سلام الله عليها هي عدم إنصافنا في تقديرنا لها وجعلها في المقام والمرتبة كسائر نساء الوجود وكسائر نساء العالم. ولهذا إحنا اليوم لما نلتفت إلى مدرسة أهل البيت الفكرية العقائدية الولائية تشوف هذه المدرسة الولائية تعظم من مقامها وتعظم من منزلتها وتعمل ليل نهار جاهدين على أن يرفعوا من مقامها ومن منزلتها وأن يتغنوا بانتسابهم للسيدة الزهراء، صحيح؟ لكن غيرنا من المسلمين أو غير المنتسبين إلى مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أيضا لا يقفون لكي يعوا حقيقة مقام السيدة الزهراء وكيفية الارتباط بالسيدة الزهراء. ولهذا أنت اليوم تشوف العناوين عناوين عامة، من يرفع راية فلان ومن يرفع راية فلان ومن يدعي انتسابه إلى مدرسة من المدارس الإسلامية الفكرية الإسلامية، إلا أن جميع تلك المدارس لما تأتي وتسأل سؤال ما رأيكم ببنت الرسالة، شنو رأيكم بالسيدة الزهراء، ماذا ينبغي لكم أن تعملوا من أجل أن تصلوا إلى حقيقة الارتباط بسيدة نساء العالمين وبنت خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم. تشوف الظاهرة والضابطة التي اتخذها البعض هي ضابطة سطحية دون أن يخوض أحد منهم من مستوى العلماء إلى مستوى التابعين إنهم لم يقفوا عند معرفة الزهراء ومعرفة حقيقتها والتوغل في فضائلها حتى استطاعوا أن يرونها بتلك الرؤية العظيمة التي نحن نراها فيها حقيقة. ولهذا أنت اليوم من تسأل عن السيدة الزهراء تشوف البعض يكتفي بأن يقول عنها بنت الرسول، زوجة علي، أم الحسن والحسين والشكيل، لكن في نفس الوقت اللي يظهر مظهر الاحترام والتقدير ولو على هذه الصورة البسيطة إلا أن هناك من يدعي أنه يحمل فكرا، وهناك من يدعي أنه منتمن إلى مدرسة، وهناك من يدعي أنه قيادي أو يتمثل بشخصية قيادية تشكل جبهة معينة وتشكل فئة معينة وتشكل أصحاب راية معينة، إلا أنه ماذا؟ لما يأتي إلى السيدة الزهراء يتخبط بين الضابط العقدي الفكري والضابط السياسي.
هذا واقع. فنلتفت جيدا إلى المطلب، هو شو الفرق بين الواقع العقائدي والواقع السياسي؟ اليوم أكو البعض من الذين يدعون حماة الدين الإسلامي ودعاة الأمة إلى الخير، إلا أن العامل السياسي وبغضهم لبعض الفئات ولبعض الدول التي تحمل راية أهل البيت مثلا، أو حتى من له نظام يتبع الخط الولائي زين ويتعنون بعناوينه، فعنده مشكلة سياسية يجي يجير هذه المشكلة السياسية حتى على المعتقد اللي ينبغي أن يعتقد به كمسلم. يعني مثلا احنا في هذا المجتمع وغيره من المجتمعات، أولم يمر علينا يوم من الأيام بأن هنالك أناس اتهموا السيدة الزهراء بأنها مجوسية؟ احنا قاعد نتكلم عن فراغ ولا قاعد نتكلم عن حقيقة وجدت؟ ها حقيقة وجدت، صحيح ولا لا؟ البعض أولم يسيء إلى الإمام الحسن والحسين وقال عن أمهم إنها مجوسية وهي بنت الرسول الأكرم، لأن هنالك عمى سياسي وجهه فغيب الحقيقة عن الساحة الإعلامية والساحة العقائدية اللي المفروض أن المسلم العادي يعتقد فيها، فضلا عن ذاك المتوغل في نظام الولاء والشكل. ولهذا إحنا لما نقول كثقافة إسلامية، بغض النظر عن كونك شيعي أو غير شيعي، إحنا اليوم لما نتكلم عن الثقافة الإسلامية نتكلم عن معطيات حقيقية. أنت توقف عند كتب جمهور المسلمين كالصحاح الست مثلا، ومن كتب في السيرة ومن كتب في الشخصيات ومن كتب حول الشخصيات البارزة اللامعة في الإسلام، صحيح؟ تعال شوف لما يتناول هؤلاء العلماء والمحدثين ورواة الحديث وأئمة المذاهب كذلك في أسانيدهم وغير وغير وغير، أكو يخصصون باب يسمونه بباب الفضائل، وشكل باب الفضائل. باب الفضائل ليش جعل في كتبهم؟ باب الفضائل ليش عنون في 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 نعم تأليفاتهم؟ غير ما أن هنالك شخصيات في الإسلام هم رأوا أهمية هذه الشخصية ومركزية هذه الشخصية وموقعية هذه الشخصية وأفضلية تلك الشخصية على غيرهم من المسلمين، ولهذا أفردوا بابا اسمه باب الفضائل حتى يعنونون ما ورد عن فلان وما ورد عن فلان وما قيل من الأحاديث في حق فلان وما ورد في الروايات عن فلان وما جاء نقلا عن الصحابة في حق فلان. ما الشكل؟ مو هذه بمعنى آخر لابد أن نسلط الضوء تسليط مجهري على الشخصيات اللي قاعد يتكلم عنها هؤلاء. إنزين، فأنا لما أجي أتي في باب الفضائل وأوقف عند روايات وأحاديث تتكلم عن منزلة السيدة الزهراء ومرتبة السيدة الزهراء ومقام السيدة الزهراء، وعندما نقول السيدة الزهراء أيضا نخلي بعين الاعتبار ما ورد في تفضيلها على غيرها بوجه مطلق، بوجه مطلق. ما من رواية ولا حديث ولا فضيلة من الفضائل التي ذكر في حق أو ذكرت في حق السيدة الزهراء إلا وهي رواية تميزها عن غيرها كمسلمين قاطبة، كمسلمين قاطبة. وأنا أتحدى واحد يجيب روايات في الفضائل وفي المناقب وفي المنزلة نظير لما جاء في الأخبار عن السيدة الزهراء سلام الله عليها، مستحيل تحصل لك، ماكو وجه مقارنة أبدا. وإذا وجدت وجدت فيما بين هذا البيت، البيت النبوي الذي يعبر عنه بالنور
واحد، عرف شلون؟ لكن في غير إطار البيت النبوي ما عندنا واحد وصل وبلغ مرتبة ومنزلة بمقام منزلة السيدة الزهراء ومرتبتها. ولهذا إحنا كمسلمين لما نقول باب الفضائل معناته شنو؟ معناته جعل هذا الباب لكي يوجه المسلمون اليوم في العالم إن هذا الذي حظي بهذا الفضل مقدم على غيره. وإذا أنت ما تعترف بالأفضلية وتقديم الشخصيات على بعضهم البعض وكلهم تخليهم في غرار واحد وشكل، على الأقل قف عند النصوص والروايات التي وردت في حقهم. السيدة الزهراء ورد في حقها هذا النص اللي ما ورد في حق غيرها. السيدة الزهراء قيل في حقها هذا الكلام الذي ما ورد في حق غيرها. السيدة الزهراء تصاغر العظماء في حقها مقابل أنهم لم يتصاغروا في حق غيرها. هذا بحد ذاته ماذا يوجهنا الفكرين؟ يوجهنا عن شنو؟ يوجهنا حق ضابط ولائي، أو يوجهنا حق ضابط عدائي؟ يوجهنا حتى نستنفذ جميع الوسائل التي نتصاغر أمام هذا الجبل الشامخ في المقام والشخصية، أم أننا نعتبرها شخصية عائدية تارة السياسة تخلينا نوقف نتكلم فيها كلام غير لائق، وتارة الأهواء الشخصية، وتارة حتى أصالة المولد من عدم أصالة المولد، طيبه من عدم طيب المواليد، أيضا تجعلنا نقف وقفة إما مع أو ضد السيدة الزهراء سلام الله عليها. ولهذا إحنا كاليوم كمنصفين ونحن نمر بذكرى وفاتها واستشهادها صلوات الله وسلامه عليها، نريد أن نقف وأن نلفت الأنظار للعالم، من هي الزهراء؟ من هي السيدة الزهراء؟ شنو مقام السيدة الزهراء؟ ما هي أهمية الارتباط بشخصية السيدة الزهراء سلام الله عليها؟ ولهذا أنا من هذه الليلة سوف أبدأ ببحث مبوب ومتسلسل أتحدث عن جوانب معينة في شخصية السيدة الزهراء، ولا أأتي بمصدر من مصادرنا، إنما أركز على المصادر التي أوردت هذه الروايات، مليني أنا محتاج إلى مصدر الآخرين، لا، إنما لربما إذا قلت قال الصادق قال الباقر قال الرضا، أورد العلامة المجلسي وأورد الكليني وأورد وأورد وأورد، صحيح؟ لربما الآخرين مثل ما إحنا نشاهد في الساحة يقولون بأن هذه هي علاقة الشيعة مع فاطمة، وهذه هي درجات الغلو التي أظهروها ويغالون بها في حق بنت النبي. لكن أنا ما أريد أن أثبت هذا المعنى بمقدار ما أريد أن أوجه رسالة بأن من تنعتوننا وتدعوننا بأننا مغالين في حق الزهراء، فإن السيدة الزهراء لها حصة في تراثكم بمقدار ما لها حصة في تراثنا، ولكن نحن اعتبرنا أنفسنا أبناء بارين بالمنهج النبوي وبالخط النبوي وبخط أهل البيت، متمسكين بالنصوص والروايات، وإن شاء الله أيضا أنتم تكونون متمسكين بهذا المنهج النبوي والخط الولائي، ولا يفترق المسلمون على من أثبت مقامه ومنزلته وفضله الرسول الأكرم على لسان الروايات والأخبار اللي أنت تنقلها قبل أن أنقلها والشكل. ولهذا نعنون بحثنا حول السيدة الزهراء بأربع أو خمس عناوين حتى نعرف حقيقتها. أول عنوان هو ينبغي أن نعرف السيدة الزهراء معرفة ذاتية، الحديث عنها
الحديث عن شخصيتها، الحديث عن الجهة الغيبية الداعمة لفاطمة واللي جعلت منها مميزة عن بقية نساء العالمين. هذه واحدة. اثنين، ينبغي أن نقف عن مدى ارتباط النبي الأكرم بابنته وماذا كان يشكل هذا الارتباط كفكر إسلامي ومنهج توعوي ديني. ثلاثة، ينبغي أن نعرف إن زمن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بواسطة توجيهات النبي كيف كان يتعامل المسلمون مع شخصية السيدة الزهراء، وإن كان هذا الكلام شوي يحتاج إلى دقة ويحتاج إلى وقفة شجاعة لبحثه، لأن حتى في قضية التعامل مع السيدة الزهراء هنالك بعض المنزلقات التاريخية وهناك بعض الكلام الذي لا يرتضي به بعض الأصحاب المدارس الفكرية الأخرى غير مدرسة أهل البيت، ولكن سوف نبين إن شاء الله بصورة موجزة عن الواقع وعما حدث مع السيدة الزهراء من الانزلاقات. رابعا، ما هو الواقع الحالي الذي تعيشه الأمة الإسلامية كحملت راية النبي الأكرم مع أو ضد سيدة نساء العالمين فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. أول قضية هي قضية معرفتها معرفة ذاتية. إحنا لما نجي نريد أن نعنون شخصية من الشخصيات، شنو ألمع صورة كشفية نلحظها في معرفة الأفراد؟ سؤال، غير ما تطالع الحسب، غير ما تطالع النسب. بعض المرات تتكلم عن كرامة من الكرامات اللي تحصل بحمل أو تحصل بولادة أو معجزة تحصل، والله فلان، إيه نعم فلان إنسان، تدرون يوم كان طفل صغير وقع في بئر من الماء لكن من صيح يا زهراء مثلا أو دعوا الله لنجاته هذا الطفل طفى على الماء، تصير نقطة بيضاء في صفحته، مورد من الموارد، ضوء من الأضوية اللي تبرز وتلمع في شخصيته وفي سيرة حياته تخليها إلى أن يتوفاه الله وإلى أن يحمل اسمه في التاريخ قيل فلان صاحب الحدث الفلاني، ما الشكل؟ وهكذا الناس يتغنون، هكذا الناس يعملون، وهذا المفهوم وهذا الثقافة ترى مو فقط موجودة عندنا، حتى عند الأطراف الأخرى، حتى عند الصحابة موجودة، وحتى في تراث غير الصحابة أيضا موجود من العلماء والتابعين وغير وغير. يعني هذا منهج عقلائي موجود عند الأمة الإسلامية، ما يختص بها شيعي أو سني أو سني أو شيعي، إنما هذا المفهوم موجود عند الكل. زين، إذا هذه هي جهة الانطلاق في تعريف الشخصية وفي لمعان الشخصية من ناحية فكرية وقبولية عندي، إذن لمن أنا أأتي للسيدة الزهراء سلام الله عليها وأوقف عند روايات كثيرة وردت في حقها ابتداء من انعقاد نطفتها وتكوين نطفة السيدة الزهراء انتهاء بقضية الولادة، هذا ايش تكشف لنا؟ ولازم احنا نوقف ونتأمل، مو احنا لازم نوقف ونتحقق. انقل لك كم رواية، اسمع الحديث، ومثل ما ذكرت لك طبعا عندي عشرات الروايات بل مئات الروايات تحت ايدي، لكن من باب الشيء بالشيء يذكر، وبإمكان كل إنسان اليوم الحمد لله الثقافة متفشية في كل مكان والكتب موجودة بكل مكان والمصادر التاريخية موجودة بكل مكان، أنت اليوم أي مصدر من المصادر التاريخية تبي تقدر تتبع فيها وسائل العلمية في النقل، سواء مكتبات، سواء مثلا أقراص، سواء مكتبات إلكترونية، أو حتى على المواقع اللي تجلب لك المعلومة بشكل سريع، جوجل وغيره، صحيح ولا لا؟
بإمكانك أنت توقف عند العشرات بل المئات من الروايات وأقوال المحققين في هذه النصوص والأخبار. مثلا السيوطي وهو أحد مفسرين السنة عنده كتاب اسمه الدر المنثور، يذكر هذا الخبر في ذيل الآية الكريمة: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، في سورة الإسراء. شنو ينقل؟ بس أقرأ لك النص حتى لا نكون متقولين أو نغير الحقائق لصالحنا مثل ما البعض يعملون، إنما نكون دقيقين في النقل. قال: وأخرج الطبراني والرواية عن من؟ عن عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لما أسري بي إلى السماء أدخلت الجنة فوقفت على شجرة من أشجار الجنة لم أرى في الجنة أحسن منها ولا أبيض من ورقها ولا أطيب ثمرة، فتناولت ثمرة من ثمراتها فأكلتها فصارت نطفة في صلبي، فلما هبطت إلى الأرض جئت خديجة فحملت بفاطمة، فإذا أنا اشتقت إلى ريح الجنة شممت ريح فاطمة. يعني نطفة الزرع انعقدت من شنو؟ من ثمار الجنة. حتى كنموذج موجود في الروايات والأخبار إن حتى هناك من قال بنوع الفاكهة التي تناولها النبي. مثلا يذكر صاحب المستدرك، مستدرك الصحيحين المجلد الثالث صفحة 156، بسند عن سعد ابن مالك أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أتاني جبريل بسفرجلة من الجنة فأكلتها ليلة أسري بي، فعلقت خديجة بفاطمة، فكنت إذا اشتقت إلى رائحة الجنة شممت رقبة ابنتي فاطمة. هذه يحتاج إلى وقفة تأمل، ما يحتاج إلى وقفة تأمل. جيب لي نظير السيدة الزهراء التي انعقدت نطفتها من شنو؟ من ثمار الجنة. وهذا بروح الكلام طويل عريض، فيه تفصيل نحتاج إلى عشرات الأيام والليالي وعشرات الساعات بل مئات الساعات للكشف عنه، مو بس نص عابر أنت تمر عليه، لا هذا وراه تفسير وراه حكي طويل عريض. زين، هذا من ناحية. من ناحية ثانية أنت تعال قف عند بعض الصفات التي اتصفت بها سيدة نساء العالمين. واحدة منها صفة البتول، تسمى فاطمة شنو؟ البتول، صحيح؟ أو البتول. ليش؟ شو السبب؟ البتول التي لم ترى حمرة في حياتها. أنا أذكر مرة من المرات كنت في أحد المساجد المشرفة التي يشد إليها الرحال كما ورد عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. زين، فمريت شفت واحد من العلماء جالس عند حلقة درس، كان قاعد يتكلم في درسه عن المرأة التي لا تتمتع صحيا بما تتمتع به النساء. مثل شنو؟ مثل المرأة اللي مجلها الدورة الشهرية، يعني لا استحاضة ولا حيض وغير الأشياء. فكان هو يعلق، كان يعلق بهالتعليق، كان يقول بأن المرأة اللي لا ترى دما في حياتها هذه مريضة، هذا عندها نقص زين ومرض، وإلا
قضية الدماء بالنسبة للمرأة هذه قضية صحية. هو قاعد يقول طبعا هو نقل وأنا أسمعه. بعدين جن يقول ولهذا المرأة اللي عندها اضطرابات، عندها مشاكل، عندها كذا، تميز عن سائر النساء دور مدارها بأنها امرأة فيها شنو؟ نقص. بعدين شو يقول؟ يقول وإن بعض الشيعة يدعون. شوفوا العناد الدعاء احنا من عندنا ولا أخبار ونصوص موجودة في الروايات والأخبار عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، إن فاطمة بتول لأنها لم ترى دما في حياتها، ما تشوف حمرة في حياتها، بالعكس هذا دليل نقص مو كمان. زين أنا أسألك سؤال، أنت إذا تقول هذه الروايات صحيحة آمنا بالله، إذا تقول مو صحيحة شنو وجه عدم صحتها؟ بعدين أنت من تريد أن تضرب السيدة الزهراء لقصر فهمك ووعيك وإدراكك في حقيقة بنت النبي الأكرم والمقام الذي جعله لها الله سبحانه وتعالى والمرتبة اللي أعطاها إياه، أنت تبي تستوعب السيدة الزهراء مثل ما تستوعب بنتك أو زوجتك أو أمك أو أختك؟ ها؟ الله سبحانه وتعالى جعل هذا التفصيل، جعل هذا التفضيل بمراتب متعددة. وإلا السؤال يطرح، كيف يمكن لامرأة لا ترى دما أن تحمل وأن تنجب؟ ها؟ وغير هذا فضل وكرامة وهذا تمييز؟ فضلا أن نصوص كثيرة في كتب العامة مذكورة، مثلا مو فقط البعض يقف على أنها بتول لا ترى دم، إنما لأنها بتلت أي منعت وقطعت من أمور متعددة. مثلا أنقل لكم هذا الخبر الذي أورده ابن الأثير في كتابه النهاية في مادة بتلة، شوف قاعد أعطيك المصادر بدقة، في مادة بتلة قال سميت فاطمة البتول لانقطاعها عن النساء، عن نساء زمانها، فضلا طبعا غير الدم، شو يقول؟ فضلا ودينا وحسبا وقيل لانقطاعها عن الدنيا إلى الله عز وجل. يعني مو فقط ذكروا الظاهرة الصحية إنها تميزت فيه، بل تميزت عن نساء عالمها زمانها بأمور لم تستطع أي امرأة مهما كانت أن تبلغ مبلغ السيدة الزهراء سلام الله عليه. هذا مو فضل؟ هذا مو فضل يحتاج إلى تأمل ووقوف. ثالثا نأتي في مسألة أخرى وهي مسألة علاقتها بالنبي الأكرم، لأن مسألة علاقتها بالنبي إحنا البعض نتصورها مسألة عاطفية، عاطفة أب مع بنت، لا، تارة أكو بعض القضايا العاطفية من تتجاوز حدود المتعارف عاطفيا معناتها إلها مقام ولها منزلة، خصوصا إذا كانت هذه تقدم على الواجبات فعليا. حين أضرب لك عدة أمثلة، واحد، الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم كيف كان يتعامل مع بنته وكيف كان يحب الزهراء سلام الله عليها، حتى أصبحت هذه الظاهرة في التعامل معنونة عنوان عام حتى عند صحابته، يعني يعرفون البروتوكول ماله إذا صح التعبير، يعرفون طريقة تعامل النبي. مثلا ينقل أبي داود في صحيحه باب ما جاء بالانتفاع بالعاج، كلام باب معين في كتاب وصحيح أبي داود، يقول والرواية عن ثوبان مولى الرسول الأكرم قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سافر، يعني النبي ينقل يقول إذا سافر كان آخر عهده بإنسان من أهله هي فاطمة، يعني آخر وحدة يودعها منو كانت؟ السيدة الزهراء.
وأول من يدخل عليها إذا قدم من سفره من هي؟ فاطمة صلوات الله وسلامه عليه. وهالرواية موجودة، ومن ينقلها؟ الإمام أحمد بن حنبل ينقلها في الجزء الخامس صفحة 275، والبيهقي ينقلها في سننه، إنزين كذلك، وغيرهم من المؤرخين ينقلون. إنزين هذه ما تحتاج إلى وقفات تأمل، يفضل الزهراء على غيرها من نسائه، حتى البعض يمكن يقول لها مو معلوم من نسائه، لا اسمع الرواية الثانية اللي وردت في المستدرك صفحة 489 عن ابن عمر قال: إن النبي إذا خرج في غزاة، يعني في غزوة من الغزوات، كان أول عهده بفاطمة. وذكر الذهبي في تلخيصه قال: آخر عهده بفاطمة هو إذا رجع كان أول عهده بها، يعني يودعها آخر وحدة، وإذا يقبل من غزوته شو يسوي؟ أول وحدة يسلم عليها. إنزين، وأيضا ذكر صاحب الطبقات ابن سعد: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكنيها بأم أبيها. أنت هذه العناوين أنا قاعد أعطيك إياها، قلت لك هذا كل نص وكل رواية تحتاج إلى كلام طويل عريض، بس أنا قاعد أعطيك عناوين كرؤوس أقلام. وكان النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يكنيها بماذا؟ بأم أبيها. إنزين، بعد وينقل صاحب كتاب كنز العمال المجلد السابع صفحة 111 عن عائشة تقول: إن النبي كان كثيرا ما يقبل عرف فاطمة، يعني كل ما يشوف الزهرة باليوم لو يشوفها 10 مرات كان يقبل عرفها، تارة في روايات كان يقبل صدرها، كان يقبل عنقها، كان يقبل يد، كلها عناوين موجودة. واليوم إذا أنا وياك نطالع هالمغزى مطالع تقول خير يا طير واحد أبوي، نعم أنت اليوم تقبل بنتك، أنت اليوم تقبل بنتك على رأسها وتقبل على إيدها وتقوم لها إجلالين، هذا في العرف الحالي صحيح، لكن أنت تعال قيس هذا الكلام على أعراف المجتمع المكي والمجتمع المدني، تعال قابل هذا العمل باليوم اللي الأب قلما ندر ولو بالمناسبة يقبل بنته أو ابنه، والشكل قلما ندر الأب يحترم عياله، قلما ندر الأب يقوم إجلالا لابنته ويقعدها في مكانه، لكن في ذاك المجتمع الصدامي مع أبنائه إلا أن السيدة الزهراء سلام الله عليها النبي كان يمنهجها بهذا العمل حتى يبين ما هي ثقافة الإسلام اتجاه الأبناء وما هي منزلة الزهراء عند أبيها الرسول الأكرم الذي قال في حقها بضعة مني، يعني جزء من ذاك الكل. وأيضا في كتاب فيض القدير المناوي يذكر في المجلد الخامس صفحة 176 مو يقول يقبلها على عرفها، لا يقول بل يقبلها في فمها، حتى أنه يقبلها شنو؟ في فمها صلوات الله وسلامه عليها. إنزين، بعد وهل لها كرامات؟ والنبي هل كان يراوي حق المجتمع كرامات؟ أي نعم، وهالكرامات ترى احنا قل ما ندر او اصلا ما شاهدناها في غير حق السيدة الزهراء. نعم ان وجدت كرامة، هذه الكرامة تغنى بها القرآن الكريم وذكرها في قصة مريم بنت عمران، واجيب لك المصدر الحين. الثعلبي واحد من علماء الكبار عنده كتاب اسمه قصص الانبياء، معروف وموجود وين ما تروح عند القونة، قصص الانبياء صفحة 513 والاختلاف على حسب الطبعات، ينقل وكذلك أحد مفسرين العامة الكبار معروف اسمه الزمخشري صاحب الكشاف،
يقول في تفسير قوله تعالى: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها شنو؟ رزقا. قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. اسمع الرواية عن جابر بن عبد الله: إن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قام يوما من الأيام ومرت عليه أيام لم يطعم فيها، ما عنده، وأيضا البيت خالي، والنبي كم زوجة عنده؟ يقول: فمر على زوجاته فلانة فلانة فلانة، بل كان يحصل عندهم زاد لقمة خبز يسد بها الجوع، ولكن الحال كما هو عليه، لا الرسول ولا أهل بيته زين ولا زوجاته، ما حد عندهم، عسر عام جيد. فقام وراح عند الزهراء، ذهب إلى بيت السيدة الزهراء، قال: بنية، إن أباك لم يدخل الزاد منذ 3 جوفة، أعندك شيء تعينيني؟ الزهراء التفتت يمين شمال، قالت: لا يا أبا، وإن عز علي، يعز علي تطلب بنتك وما تقدر، ما يلعين أخدمك بس ما عندي شيء. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم أطرق رأسه، ذهب إلى الصلاة. بمجرد ما خرج النبي للصلاة، الزهراء اضطربت. شسم تشاهد بعض المرات واحد عزيز على قلبه كي يطلبك طلبة وما تقدر تأدي له طلبة، وحاجة يصير عندك شيء بخاطرك ما شكل. قامت تلتفت يمين، شو صار، شو تسوي لحظتها، وإذا الباب طرقت. أنا طبعا قاعد أختصر لك القصة زين. الباب طرقت، وإذا واحدة من الجيران جايبة رغيفين من الخبز. تدري ذاك الزمان واحد يشيل الثاني، يعرف معاناة ومؤاساة اللي موجودة بين الأصدقاء والجيران والأخوة والأحبة، ما شكل متنقصة على قولتنا، قرصين من الخبز وقليل من اللحم، حبرة كذي جايبتها البيت الزهراء تعطينا حق عيالك يسد جوعهم الحسن والحسين. الزهراء قامت وشالت الطعام، خلتها في جفنة الخبز وقطعة اللحم، غطت الجفنة، ثم أسرعت إلى الحسن والحسين. صار عندكم لقمة؟ صار عندك؟ لكن روح نادوا النبي، النبي جوعان. بالنتيجة لقمة واحدة هني واحد يأكلها يرفع بها الجوع، والشكل يرفع بها الجوع. وبالفعل أسرع الحسن والحسين إلى النبي. جت جت جت، إن أمي الزهراء تريدك. أقبل رسول الله: خيرا يا فاطمة؟ قالت: تعال أبا، لقد قدم إلينا قليل من الطعام زين، فأريدك أن تسد جوعك به. يلا. التفت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، قال: أين هو؟ قامت الزهراء جابت الصحن معه الجفنة. الرواية تقول، الثعلبي ينقل، يقول: لما رفعت نعم الغطاء عن الطعام، كشفت عن الجفنة، وإذا بالجفنة مملوءة بالخبز واللحم، متروس ترس خبز ولحم. التفت النبي يسأل الزهراء، قال: بنية، من أين لك هذا؟ يقول: رحت طلبت من أحد. العجيب، شوف الرواية شو تقول، تقول لما وضعت الزهراء الجفنة ورفعت الغطاء، من شافت هي شنو عندها؟ قرصين خبز وقطعة لحم. من فتحت شنو شافت؟ الجفنة مملوءة بالخبز واللحم. انصدمت فاطمة في بلحظة يعني انصدامها من الرؤية اللي شافتها، قالت: اللهم صل على محمد وآل محمد. النبي التفت لفاطمة، النبي التفت إلى فاطمة، قال: بنية، لم تعجبتي؟ قالت: أبا، لقد أعطيت رغيفين من الخبز وقطعة من اللحم. قال: إذن ما هذا؟ قالت: هو من عند الله، هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. شوف النص اللي ينقله الثعلبي، شوف شنو قال:
عند ذلك رفع النبي يده إلى السماء ودعا شكرا لله. شنو قال؟ الحمد لله الذي جعلك شبيهة بسيدة بني إسرائيل. إذا سئلت من أين لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. زين كمل الرواية شو تقول؟ اسمع. فأكل رسول الله، وأكل الحسن والحسين، وأكلت الزهراء، وأكل علي، وقدمت الزهراء من تلك الجفنة طعاما لجيرانها، فأكلوا جميعا والجفنة كما هي لم ينقص منها شيء. هذه نماذج، هذه نماذج. يعني إذا وجودها بركة إحنا ندور على الناس مبروكين، إذا وجوهها لا توجيه إحنا ندور على ناس يدور توجيه والشكيل. حتى أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم لمن يثبت النصوص والروايات في حق فاطمة: بضعة مني روحي التي بين جنبي. شنو يهدف من ورائها غير ما يبي يربطني أنا كمجتمع بسيدة نساء العالمين فاطمة؟ إضافة إلى ذلك أكو عامل، وإخواني أكو بعض الآداب اللي نحتاج أن نفعلها في حياتنا، وهذه ما ذكرها الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. آخر رواية وأختم حديثي وأرجو المعذرة من الجميع، وللحديث إن شاء الله تكمله في الليلتين القادمتين، والليلة القادمة ليلة وفاة واستشهاد السيدة الزهراء. يعني ليلة مهمة، ليلة استشهاد أم الأئمة، أم أبيها. فإحنا لازم نركز جهودنا، وهذه المجالس ما نخليها هكذا، إنما لابد أن نشحنها بحب فاطمة وبالمجيء حتى نثبت بصمة يد إننا من معزيها ومن مخلصيها ومن الذين يذوبون في حقها صلوات الله وسلامه عليها بأبي وأمي. فاطمة، من فاطمة؟ فاطمة بنت محمد. لا بأس للثانية. تعال واحد تمشي ثالثة بعلى أصواتكم. حتى أن النبي يربط بعض المرات الارتباط بزيارتها حتى يوثق علاقتنا وياها، وهذا هو الأثر الخارجي في المجتمع. أنقل لكم هذا النص وأختم حديثي عن يزيد بن عبد الملك، رجل اسمه يزيد بن عبد الملك، مو اليزيد المعروف، لا واحد آخر. ينقل الرواية عن أبيه عن جده أنه يوم من الأيام دخل على فاطمة صلوات الله وسلامه عليه، استأذن دخل عليها فسلمت عليه، ذكرت له قالت: ما سبب مجيئك؟ جاي على شنو؟ فقال: جئت طلبا للبركة، جاي أتبرك يا ابنة رسول الله. نص حديث رواية، ايش ما يطلع من عندك بركة؟ دعاء مثلا في حقه؟ التفت لي جيدا. فقالت: اجلس لأحدثك. اسمع 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 النص. فقالت: قال أبي رسول الله وهو ذاك، يعني شنو؟ تطلع من عندي بإمكانك تروح خطوتين وشنو؟ تسأل النبي وهو ذاك. أخبرني أبي وهو ذاك، روح اسأل من عنده. زين قال: إنه من سلم عليه، اللي يروح يسلم على النبي، وعلي، على النبي وعلى فاطمة، ثلاث أيام. ثلاث أيام تقصد طبعا الكلام فيه حج طويل. شنو معناته؟ قلبك وياه، تمشي على دربه ونهجه، تقصده بذاته،
من تقصده تقصده عارفا بحقه ولا ها حالك حال الغير السلام عليك وتمشي زين؟ إنه من سلم عليه وعلي 3 أيام وجبت له الجنة، وفي لفظ أوجبت له الجنة زين؟ يقول فقلت في حياته وحياتك، يعني في زمن النبي زيارة حضورية، وفي حياتك مثل ما أنا قاصدك يا ابنة رسول الله. قالت نعم، وبعد موتنا. وبعد موتنا، ولهذا اليوم أنا لما أبي أجي مصداق هذا النص أبي أثبته، شو أسوي؟ افتحوا كتاب مفاتيح الجنان مرحوم العباس القمي رحمة الله عليه، شيخ عباس، أكو باب زيارة المعصومين وفق الأيام. شباب التفتوا للجيدن، من الجمعة إلى الجمعة القادمة كل يوم مخصص تزور فيه إمام من أئمة الهدى، اليوم المخصص لزيارة مولانا أمير المؤمنين وزيارة الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء، تدري أي يوم من أيام الأسبوع؟ ها، يوم الأحد. بارك الله فيكم، هذا الشيء يسر القلب. كل يوم أحد هو يوم مختص بزيارة أمير المؤمنين وزيارة السيدة الزهراء. قف وين ما تكون، توجه إلى القبلة، زور الإمام أمير، زور السيدة الزهراء. البعض يمكن يستنكر، شو معنى الزيارة؟ الزيارة إثبات اتصالنا وارتباطنا فيهم. إذا أنت طول الأسبوع ترتبط بأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، تقدر تقول لي بعد الأسبوع هذا هل يعتبر أسبوع مملوء بالبركات أو مملوء بالمعاصي والموبقات وإلى آخر؟ خلنا نفهم. هذا اللي يقصد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن نكون دائمي الارتباط بأهل البيت. عجيب. ألا ومن زاره لكي يسلم عليه وعليه أوجبت له الجنة؟ سبحان الله، هذا شنو يعني؟ يعني أن كل واحد يقصد دار النبي، وكل واحد يقصد دار الزهراء، ويوقف على الباب ويطق الباب، السلام عليك يا بنت رسول الله، مولاتي فاطمة، أنا جايك بكل وجودي، أنا جايك بالإمامة والإخلاص والتقوى، وجاي آخر بركتك يا بنت رسول الله، والشكل توجب إلي الجنة؟ نعم، ليش ما تنوجب وأنت إنسان مؤمن مخلص طيب؟ لكن أسأل أنا، هذا الباب فقط للذي يريد أن يدخل الجنة يجي ويطرقه؟ أشوف أنا من قاعد أتكلم البعض يدنق راسه وقاعد يبكي، ليش؟ وين راح قلبك؟ وين راح قلبك؟ إي أنا أفهم أنت وين راح قلبك، إيش تبي تقول؟ تقول لا، مثل أن أكو ناس يجون يطرقون هالباب من أجل أن يحظون بالجنة، أكو ناس هم إجوا وقفوا على هالباب لكن اشتروا الجنو، اشتروا جهنم من وراء مؤشرين، وقفوا على دار الزهراء. خب هذا الموالي يوقف يسلم، أنا أسألك غير الموالي من وقف هم سلم، هم ماذا صنع؟ نعم هم سلم، من قال لك ما سلم؟ لكن واحد يقول السلام عليك يا ابنة رسول الله، واحد يقول وإن 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 وإن، واحد يقول يا بنت رسول الله جئت طمعا في البركة، واحد شي يسوي؟ واحد شي يسوي؟ يركل الباب برجله. ها ابناء رسول الله، ارجو المعذر من هالكلام، هالكلام هذا، اسالكم الدعاء جميعا، يلا تهيئوا، يركل الباب برجله، تجي الزهراء تلوم خلف الباب رعايه للست للحجاب مو هالشكل، فمن يشوفها ماذا
يصنع؟ يتوكع على الباب، قدميه على العتبة، يقول جعلت أعصرها وأعصرها وأعصرها حتى سمعت لها شهيق وزفيرا فكنت أن ألين. لكن للأسف تقول بلحظتها تذكرت النبي وتذكرت علي يقول عصرتها عصر حتى صرخت صرخ. رحم الله هذه العبرات، رحم الله هذه الأنات، إن شاء الله مع صاحب العصر والزمان. ها وإذا بالزهراء تنادي يا فضة يا فضة أزنديني. ليش سيدتي تنادي فضة أزنديني؟ شنو أسقطه؟ الحجاب ضيحه؟ الرداء ضيحه؟ لا لا لا، شيء أعز. تدرون هذا إسقاط المحسن إذا الواحد يتأمل فيه، طفل أبو 6 أشهر تقدر تقول لي هذا شلون يسقط؟ بعصرة واحدة أسقطه، بضربة واحدة أسقطه. إيش سووا حتى أسقطوا الجنين؟ تدري سووا؟ تدري سووا حتى أسقطوا الجنين؟ ها الظهر على الباب والرجل على العتبة، يعني عمدوا على عصرها عصرا 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 حتى أسقطوا جنينها. ولهذا صاحت فضة إجت فضة. الله أكبر، محسن على الآن مسقط. تسأل الزهراء فضة أين علي؟ علي أخذوه يا ابنة رسول الله. لكن كلمة كلمة من رجعت إن شاء الله الليلة القادمة أفصل لك بالمصيبة، الليلة ما عندي قلبها. لكن من رجعت السيدة الزهراء إلى الدار وشافت علي تدري صاحت؟ يا بلحسن الحق ترى هجموا علي دار. قاعد بالمجلس، الزهراء هي عليه وحقها عليه، ويا أمير المؤمنين أبيك أنت تعيش حالة العتب، أبيك أنت تعيش حالة المصيبة، أبي أبناء الزهراء الليلة هم يقرون ويا أمهم يعاتبون عليه. يا بلحسن دنهض ترى هجموا علي البس يا علي خمار. الجواب لك انت، اقرب صوت عالي اسمع. الحقني يا كرار، وش صاير بصدري ما ظلام يا زايا را ما حرام يا زا. يا غيرة الله غيرتك، شنو معناته الزهرة؟ ايش تبي تقول؟ تقول علي انت اللي طق بابك ما ترد خير. تقول له علي اللي طلبك فزاع ما تقصر وياه. علي انت يسمونك ابو الغيره، انت اللي ما في احد ينهضم وانت موجود راسك يشم الهوى. سيدي يا امير المؤمنين تسمح لي اقرا هذا البيت اوجع قلبك؟ يلا اسمع اسمع البيت. يا غيره الله غيرتك علي
التروى يضربوا يا غيرت الله غيرتك ترضى يضربوني ضربة وين اجت وجين الأطمة فوق خدي تعمي عيوني العشيرة بين داخل وطالع يواسيها ويسليها هذا يقول عظم الله لك الأجر ذاك الآخر يقول عمي ما يخالف أبوك راح إحنا كلنا بهاتك لكن علي شوفني أنا بنية وحيدة وفاقدة أبويا شوف بأي طريقة إجوا وسلوني بعدي على فقد الأبو بعدي على فقد الأبو ما نشفت دموعي بعد بالك العصر يا علي تهشم ضلوعي لكن علي انت مو داري ايش صاير يا فاطمة اسمع بسم نار ولطمة يا علي بسم نار ولطمة فوق خدي وصدري وعيوني والعبد يا بصوت والرمم توني يعني مو مصيبه مصيبتين هو العبد صوته يا علي والرمم توني الحقني يا كرام وصدري نبات منه علي بعد مصيبة شنو مصيبتك يا الأم علي من سقطني المحسن انت ما شفته انا بعيني شفته جعل يتمرغ بدمائه على الأرض اين المنادي ومصيبته محسن سقط مني غصب يا حامي العين اقبالك على راسه يطيح وما تجد شيء لا الحقني يا كرام صدري نبات من يا فضة يا فضة يا
الخلل صاحت على العتبة يا فضة يا فضة جنيني هوى من غصبة علي كريمة الدعاء للمرضى لصاحب العصر والزمان، ثم نتهيأ جميعا لنوسم صدورنا على محبة الزهراء علي السلام هذه الليلة والليالي القادمة إن شاء الله. اللهم إنا نسألك بحق فاطمة وبالها وبنيها والسر المستودع فيها، اللهم شافي كل مريض لا سيما المرضى المنظورين، اللهم ألبسهم ثوب العافية، أدي دين كل مدين، اقضي حوائج المحتاجين، اللهم وفقنا لمراضيك، جنبنا سخطك ومعاصي. وذكر الإخوان الليلة القادمة إن شاء الله ليلة وفاة واستشهاد السيدة الزهراء، ومن هذه الليالي يعني من هالليلة ليلة والليلة القادمة والليلة الأخيرة سوف يكون إخوتنا الرواديد اللي راح يشاركونا بهذا المجلس العزائي السيد علي شبر، وكذلك ملا محمد الحجيرات، وكذلك الرادود الحسيني سيد حسن الكربلائي إن شاء الله. هذه الليالي بعد القراءة مباشرة يرتقي المنبر كل ليلة لكي يكون في خدمتكم. نعم، هؤلاء الرواديد المبدعين بارك الله فيهم وفيكم وجزاهم الله خير وإياكم إن شاء الله. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه وأسرته في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بلغ أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلوات.